تتواصل فعاليات مهرجان صيف البحرين في نسخته 15 والذي تقدمه هيئة البحرين للثقافة والأثار هذا العام بهوية جديدة مستوحاة من طبيعة البحرين الخلابة وتراثها الثقافي العريق. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة فرح مطر مدير إدارة الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة والأثار. نرحب بك أستاذة في نشرة أخبار الثالثة. بداية ضعينا في مشهد الهوية الجديدة لفعالية صيف البحرين. مساءكم خير وشكرا جزيلا على الاستضافة. هويتنا الجديدة مع مهرجان صيف البحرين في العام 15 هوية تعكس أهداف هيئة البحرين للثقافة والآثار وتلقي الضوء على الجوانب الثقافية والحضارية والطبيعية لمملكة البحرين، فهي تأخذ كثير من عناصر بيئتنا في عناصر الهوية الجديدة وتؤكد على تميز المهرجان في المملكة وقدرتها على توفير مساحة ثقافية فريدة خلال فصل الصيف نستهدف فيه الجيل الأصغر ونقدم للعائلات والأطفال معايشة لتجربة مليئة بالكثير من الأنشطة والفرص التعليمية والنوافذ للإطلاع على تجارب ثقافية عالمية وتجارب تقربهم أكثر إلى التجارب في البحرين مثل زيارة المزارع والاستكشاف حول مثلا قلعة البحرين. فاختمنا المهرجان صيف البحرين هذا العام وبجهود مع المبدعين في فريق هيئة الثقافة ومواهب محلية مجموعة من العناصر البصرية التي نراها في بيئتنا. كذلك قمنا بتحديد تصميم برنامج الفعاليات بشكل يساهم أكثر في جذب الزوار للمشاركة في الفعاليات التي تعزز الهوية المحلية. نعم. تجارب تقرب الطفل أكثر من هويته البحرينية مثل ما قلت في زيارات مختلفة وتجارب غير الورش العمل اللي الداخلية، في تجارب خارجية في زيارة مزرعة أو استكشاف على ساحل البحر للحضرة، وهذا شيء يقرب الطفل أكثر للفعاليات والأشياء اللي ممكن أن يمارسونها في خلال فترة الصيف. نعم سادة فرح، يعني هل لك أن تصفين لنا كيف هو الإقبال منذ الانطلاقة وحتى الآن؟ طبعا الحمد لله عندنا إقبال شديد، يعني أنا أفرح جدا لما أشوف أطفال مثقفين اليوم مثلا في المتحف الوطني، عندنا برنامج أرسم كالفنان، فعندنا معرض السنوي للفنون التشكيلية وعدة فنانين تبرعوا بوقتهم للمحادثة مع الأطفال وتعريفهم على أعمالهم، والأطفال يعملون على تحديات وبرامج في ساحة المعرض للتعرف أكثر على حركة الفنون التشكيلية، على أسامي الفنانين المشاركين وعلى أساليب رسم وفن، فأعطاهم فرصة للتفاعل مع فنان موجود يتكلم عن أعماله ويجذب الأطفال إلى هذا العالم. نعم. السيدة فرح مطر مدير إدارة الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا جزيلا لك.